بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. رسالة ربانية. تعالي معي أختي الغالية نتأمل في سورة قصيرة أجزم أن الأغلب يحفظها. يقسم الله تعالى بالخيل العادية بأقصى سرعة لها إلى أرض المعركة حتى يخرج صوت الضبح من صدرها ليدل على قوة سعيها وشدته، في قوله بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. يقسم بالخيل وهي تعدو بأقصى سرعة لها حتى يخرج صوت الضبح من صدرها لتتوجه إلى أرض المعركة، ثم يقول فالموريات قدحا ومن شدة سرعتها تصطك أطراف حوافرها بالحجارة فتقدح منه النار، ثم يقول فالمغيرات صبحا تغير وقت الصباح متجهة إلى أرض المعركة بسرعة في ضوء النهار، فتكون بذلك الرؤيا واضحة لها، ترى أرض العدو وسهامهم وسيوفهم ونيرانهم، ومع ذلك هي مسرعة تثير الغبار، في قوله تعالى فأثرن به نقعا، ثم تتوسط أرض المعركة في قوله فوسطن به جمعا، ثم تنطفئ الشاشة ويقف المشهد عن الخيل وينتقل المشهد ليحكي حال الإنسان مع ربه في قوله إن الإنسان لربه لكنود. وفي هذه الآية أخي رسالة لي ولك ولجميع بني الإنسان. ما معنى كنود؟ هو الجحود الكفور. وقال الحسن البصري رحمه الله هو الذي يعد المصائب وينسى النعم. فانظري إلى حال أكثر الناس مع ربهم جل وعلا، وانظري إلى حال الخيل مع ربها، كيف تسرع لأرض العدو في وسط أرض الموت وسط العذاب من دون تردد ولا جحود، شاكرة لنعمة الله عز وجل، مطيعة له. ومن أجل ماذا؟ يعلفها ويسقيها. لم توعد بالجنة مثل الإنسان. الإنسان وعد بالجنة وكل هم فيه وغم ومصائب كلها خير له، مكفر الذنوب ورافع للدرجات عند الله عز وجل، وعد الله عز وجل عليها الأجر العظيم. لكن تعالي شوفي حال بعض البشر، لما تيجي تسأليها كيف حالك شو تقول؟ تقولك والله حالتي حالة، والله ماني بخير، قرفانة طفشانة، وتبدأ تعد المصائب وتنسى النعم، تنسى النعم اللي تتقلب فيها ليل نهار. والله إنها في نعم عظيمة ما تعلمها، لو بس صارت لها مشكلة بسيطة في حياتها على طول بدأت تعد المصائب، وعلى طول بدأت تتذكر كل هم في حياتها وتنسى النعم اللي هي قاعدة تتقلب فيها من الله عز وجل. تعالي معي أختي الحبيبة، نبغى نحسب حسبة بسيطة بس. جسم الإنسان كم لتر دم فيه؟ تقريبا 6 لتر أو 5 لتر. خلي 5 لتر هذه كلها أو 6 لتر، ونبغى ناخذ بس 4 قطرات دم فقط، 4 قطرات، ونخلي الباقي كله. الأربع قطرات هذه كم كرة حمراء فيها؟ كم؟ 5 مليون كرة حمراء، 5 مليون في 4 قطرات دم هذه كلها. ما نبغى نحسب الخلايا الثانية، لا الصفائح الدموية ولا البلازما ولا كريات الدم البيضاء، بس نبغى نحسب الكريات الحمراء. الكرة الحمراء الواحدة فيها 270 مليون جزيء هيموغلوبين. إذن الكرة الحمراء الواحدة فيها 1,080,000,000 ذرة أكسجين. مين أعطاك إياها؟ مين؟ إنه الله، والله إنه الله، وبفضل الله عز وجل تضخ الكريات الدم الحمراء هذه الأكسجين إلى أعضاء الجسم وخلاياه، فتتحرك اليد وتتحرك الرجل وتقوم وتجلس، وفي الأخير تقول لك أنا ماني بخير. يا الله، قال تعالى أفبنعمة الله يجحدون، ويقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم اجعلنا من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم يقول تعالى وإنه على ذلك لشهيد،
ظاهرا عليه في أقواله وأفعاله كفره وجحوده بنعمة ربه، ثم يقول: وإنه لحب الخير لشديد، لحب المال، لحب الدنيا حريص شديد. أسأل الله العفو، هذا حالنا، حال الأغلب إلا من رحم ربي. شوفي كيف الأسواق، شوفي كيف كثرة النساء اللي فيها، شوفي كيف كثرتها. لكن تعالي شوفي مجلس العلم، قارني بين الاثنين. مجلس العلم ممكن يقربها لربها، وهو مجلس ذكر، وفي نفس الوقت رفع للدرجات، وفي نفس الوقت مغفرة للذنوب، وفي نفس الوقت يرضى الله عز وجل عن أهله ويباهي بهم الملائكة. لكن قارني بين الأسواق وقارني بين مجالس العلم، قارني بين هذا الحضور وقارني بين هذا الحضور. تصفيات، تخفيضات، السرعة عندنا توصل كم؟ 200. لكن بعض الأشياء لا، نستثقلها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين المسارعين إلى الخيرات بإذنه ورحمته. ثم ينهي الله لنا عز وجل هذا المشهد بقوله: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وهذه هي النهاية، نهاية الإنسان إلى القبر. يدخل كدخول الخيل للمعركة، يدخل حياته كدخول الخيل إلى المعركة. تدخل إلى المعركة وتعدو تعدو تعدو إلى النهاية، إما فوز وإما خسارة. وهذا هو حال الإنسان أخيه، حياته كلها بالنسبة له هي معركة، تنتهي حياته إما بفوز وإما بخسارة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين برحمته، هو أرحم الراحمين.